أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس يسأل سؤالا مفاده كيف أعرف أن الطاعة قد قبلت؟ هل لقبول الطاعه علامات سؤال يحير البعض منا وللاجابه عن هذا السؤال نقول انه على الانسان اولا ان يبدا بطاعه الله عز وجل وان يحافظ عليها فان الله سبحانه وتعالى يامرنا في كتابه بالمحافظه على طاعته يا ايها الذين امنوا ماذا يا ربي ماذا نفعل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين في سورة الأحزاب جزاء هذه الطاعة. ما الذي سيترتب على أن أكون مطيعا لله عز وجل ومطيعا لرسوله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم ماذا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليس فقد فاز فقط وليس فإنه من المفلحين مثلا، وإنما فقد فاز فوزا عظيما. هذا جزاء من يلتزم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ناتي الى السؤال الذي بدانا به، كيف اعرف ان طاعتي هذه قد قبلت؟ ان المشايخ والعلماء والفقهاء دائما وابدا يتحدثون عن الاسباب التي يجب على الانسان ان يباشرها والتي على الانسان ان يلتزم بها ويقولون عليك ان تلتزم وان تحافظ محافظة أكيدة على المقدمات أما النتائج فإلى الله سبحانه وتعالى بمعنى كيف أعرف أن هذه الصلاة قد قبلت يقولون هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله لكن عليك أن تأخذ بالأسباب فلا بد أن تحافظ على الطهارة جيدا لا بد أن تلتزم أركان الصلاة لا بد أن تحقق سننها وهكذا ثم يقولون لكن هناك بعض الإشارات يمكن من خلالها أن يأتي في أذهاننا أن هناك يعني مؤشر لقبول الطاعة أو قبول العمل لكن ليس أمرا يقينيا وإنما هو من باب المؤشرات من باب يعني الأمور المبشرات والتي تحفز الإنسان لا أكثر من ذلك يقولون مثلا من هذه المؤشرات أو من هذه القرائن أن يلتزم الإنسان الطاعة فتجده يخرج من طاعة ويدخل في طاعة أخرى، تجده محافظًا على الصلوات الخمس مثلًا، تجده محافظًا على السنن التابعة للصلوات، تجده محافظًا على الزكاة إن وجبت عليه، تجده يكثر من الصدقات، تجده يقرأ القرآن، تجده يقيم الليل وهكذا، حتى أن أخلاقه تجدها أخلاقًا طيبة. تجده لا يغتاب الناس مثلا، لا يقع في اعراضهم، لا يمشي بين الناس بالنميمه وهكذا. فهذه قرينه من القرائن التي تشير الى ان الطاعه قد اتت باثرها ومفعولها. اذا الامر الاول ان يخرج الانسان من طاعه فيدخل في طاعه اخرى. الامر الثاني المؤشر الاخر او القرينه الاخرى قالوا ان يترك المعصيه. يعني تجده لا يقبل ولا يقدم على المعصية خاصة الكبائر مثلا وتجده أيضا لا يصر على فعل الصغائر إذا وجدته محافظا على الطاعة ووجدته يخرج من طاعة إلى طاعة وكذلك وجدته لا يرتكب معصية لا يقبل عليها لا يقدم عليها فاعلم أن هناك مؤشر على قبول طاعته ثم يقولون إن من المؤشرات أيضا كثرة الاستغفار. إذا داوم الإنسان على الاستغفار قالوا فهذا مؤشر على قبول طاعته. إذا نستطيع أن نستخلص من كل هذا أن الإنسان عليه أولا وأبدا عليه أن يكون مطيعا لله ورسوله عليه أن يكون ملتزما بطاعة الله عز وجل عليه أن يحقق الفرائض عليه ان يترك المحرمات والمنهيات. عليه الا ينشغل بامر القبول او عدم القبول بقدر ما ينشغل بالمحافظه على الطاعه ثم اذا يعني سيطر عليه الفكر في مساله علامات قبول الطاعه فان هناك قرائن ككثره الاستغفار والالتزام بالطاعات، الخروج من طاعه ثم الدخول في طاعه اخرى عدم الاقبال وعدم الاقدام على المعصيه. اننا في هذا المجال نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على طاعته، ان يجعلنا من الطائعين، ان يجعلنا ممن يفوزون فوزا عظيما، ان يغفر لنا ذنوبنا، وان يستر عوراتنا، انه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.